ربنا يسترها معاك يا بنت يا رب، يا رب يفرحني بك يا ربنا يا بنت يا رب، ربنا يسترها معاك انت ورزقك يا بنت يا رب يا رب يا رب. يا رب تستوعب معاك يا بنت يا رب. الحمد لله لا اله الا الله. بيب عامل ايه يا خال؟ حلو ازيك يا هاني؟ عامل ايه يا حبيبي؟ والله الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله حبيبي قوي يا خال. ربنا يخليك يا ابن اختي يا رب، ربنا يخليك. مش عارف احب اجيلك ليه كده يا خال. ربنا يخليك يا ابن اختي يا رب. والله انا كلمت بنتي قالت يابا انا مش جاي لحاجه، بس اني اللي اتجوزني هقعد معك في البيت هنا. ايه؟ هقعد معك في البيت. طب ينفع يا خال؟ معلش ما بتجي في خالك. ما انت عارف اني راجل عاجز ولا بعرف امشي ولا بعرف ومن هيوكله ومن هيزقي ومش مع اللي هي. هتدخل تسيب بيتي وقعد بالبيت تروح يا هاني. انت هتولي غيطي وهتولي بيتي وهتولي مصالحي، وانت ابني وابن اختي هو ابني يا خال. انا بحبك قوي يا خال والله. ربنا اللي يعلم يا ابني. توكلنا على الله ان شاء الله. الدخله ان شاء الله الخميس الجاي ونتمضى وتمضى على الله. اقعد معي في البيت هنا. ماشي يا خال. ربنا ما يحرمنا منك يا خال. ربنا يخليك يا ابني يا رب. ربنا يعزك يا خال. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. السلام عليكم يا خال. انت مشيت؟ يا خال. ماشي يا حبيبي. ربنا يحفظك يا بنت يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك يا بنت يا رب. يا وردة يا وردة. ايوه ياب. خدي ياب. جاي ياب. ربنا يسعدك يا بنت يا رب. ازيك ياب عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي ابوك؟ حلو الحمد لله. عمل لك حاجة؟ هاني كان معي دلوقتي واتفقنا وخلصنا ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله الفرح بتاعك بامر الله. مش بدري يابا. ولا بدري. هتقعدي معي في البيت هنا؟ قلت لها انا هتقعدي معي في البيت هنا، وهنا هيولي مصلحتي، هاني ابن اختي هيولي مصلحتي، واعتبره ابني لان مش جبته وهو هيبقى هاني. ماشي يابا، ربنا ما يحرمنا منك. انت يابا جاهز روح كده وظبط حالك كده يابا ان شاء الله، وشويه اوقات في الشقه كده عشان خاطر يفرحك الخميس الجاي ان شاء الله. ماشي يابا ان شاء الله. ربنا يفرحك يا بنت يابا. يا رب يا بنت يابا. امال حجره فين؟ لسه اتغدى ولسه داخلي نايمه. طب حلو، عشان عاوز اقول لك على حاجه كده. خير دلوقتي جماعتي هيورث في ابوك، وامامك هيورث، والدنيا دي كلها هتورث في ابوك. طب امال ايه؟ احنا عاوزين دي كله يبقى لنا احنا. ما احنا قاعدين اهو في الخير وقاعدين في البيت، عايزين اكتر من كده ايه؟ يا حول الله. زيت انت يعني يبقى كله لنا. طب نعمل ايه دلوقتي يا بنتي؟ نروح فين؟ هنمضى ابوكي على سيرته وهو رايح عمره. والامضه دي اصلا الاساس اللي هنمضيها على البيت والارض وكل هيته هيبقى لنا احنا. هو طبعا ما بيشوفش. مش هيعرف حاجه، هنبصمه وخلاص. يبقى احنا خدنا ايه؟ الحي بتاعته كل هيته. البيت والارض. البيت والارض وكله. هيبقى لنا احنا، بدل ما حد يشاركنا في الارض. ابويا يزعل مني. هيعرف حاجه؟ هيعرف حاجه يا بنتي؟ بدل ما حد من اعمامك حد يتكلم كده ولا كده. ماشي خلاص اتوكل على الله. يا خال حسام. ايوه. عامل ايه يا خال؟ الحمد لله يا حبيبي. حلو يا خال. ازيك يا حبيبي؟ عامل حلو؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. جاد معانا دلوقتي وفتحوا بس العمر دي. عمرة ايه؟ عمرة رمضان. اللهم صل على النبي. لسه فاضل على مدة 3-4 أشهر. والنبي بيقدم لي فيها يا ابني. بس انا طالع قبل رمضان. والنبي بيقدم لي فيها يا ابني. والله طالع قبل رمضان بامر الله. خليك بتاعة رجب دي ان شاء الله اخش اقدم فيها. دايما فاكرك على طول والله يا خال. نفسي جوا حج جوا يا ابني. ان شاء الله طالع قريب بامر نفسي الله. نفسي. لا قريب يا خال والله. نفسي ازور الكعبه. بجهز لك الاوراق واروق لك كل حاجه. ربنا يخليك. انت عرفت قصه الاوراق دي؟ انت عارف الحقيقه انا بشوف انا اعمى يا هنود. لا يا باشا انا دايما فاكرك والله يا خال. ربنا يخليك. العمر ان شاء الله تبقى من حظك بامر الله. يا بالناس كله اعمله. ماشي يا خال. ربنا يخليك يا ابني. انت عارف طبعا الفلوس معاك. وبطاقتي معاك، وشوف الورق اللي لازم اعمله، وساعد ما تعوز مني اي حاجه انا معاك جاهز على طول. طب عاوز حاجه يا خال؟ النبي تحججني هاني. ان شاء الله هحججك بامر الله. اللهم صل. ربنا يخليك. السلام عليكم. واخده فين؟ ها؟ فرح وردة وانت ماشي والنبي. حاضر. ماشي. ده هتفرح قوي. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. السلام عليكم. سلام يا حبيبي.
احمدك يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب. الحمد لله. قول لي لا انت عزت يا رب، مش حرمت من حاجه. بعت راجل طيب لبنتي وباخدني حجدني، احمدك واشكر فضلك يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله. يا خال حسام. عامل ايه يا خال؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يخليك. صلى على النبي. عليه السلام. انا جبت لك الورقه عشان تمضي عليها. اهي يا خال اهي الورقه. حبها يا خال. بتاعت الحجه دي؟ اه يا خال. الورده فين؟ انا ورده. خد يا ورد. ايوه. شوف الحجه دي فرحه ابوك يابا كده. هي يابا ورقه الحجه. ورقه الحجه دي؟ اه. اللهم صل على النبي، ربنا يخليك. عمرة رجع. اللهم صل على النبي. مجدعيننا يابا هنا. هتمضي ولا تبصم يا خال؟ طب ما انت عارف ان بقى وبقى كل حاجه وبمضي، بس انت الكسر بتاعي ده هو اللي خلاص مش حد يصدق انا بمضي. ربنا ما يحرمنا منك يا خال. اهو القلم اهو يا خال. شاور شاور لابويا على المكان اللي يمضي. حط ايد عليه كده يا هاني. امضي اهو يا خال. اهو. بس اهو. خلاص يا هاني. هنا كده؟ اه في الحته دي. بس تمام كده. صل على النبي، اللهم صل على النبي. امضي هنا كمان. هنا كده؟ اه. بسم الله. ربنا يختم لك بالخير يا خال. ربنا ما يحرمنا منك. ربنا يخليك يا رب. اي خدمه يا خال. مبسوطه يا ورده؟ مبسوطه يابا، الف برك. ادعي لي يا ورده النبي بشوفها هديك حته من عند النبي. كان نفسنا نروح معاك يا رب. الله يجيك حاجه من عند النبي، حلو قوي من عند النبي يا بنتي يا رب. اصحى يا خال. ربنا يخليك يا هاني وطول في عمرك. ادعي لي يا خال. ربنا يهدي لك في السعوديه يا هاني. ايه ربنا يخليك الي يا ابني. انت عوضت الابن، عوضت كل حاجه يا هاني والله. الحمد لله. عامل ايه يا خال؟ ايه يا هاني؟ حلو. انت سيبني كل ليه يا ابني؟ مشتاق لك يا خال. مشتاق لك ازاي يا ابني؟ عدى العمر يا ابني وعدى الشهور كتير. ايه يا هاني انت عشمت بالحج وسبت يا ابني؟ وانا شكبت عند النبي؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقول لي يا ابني في ايه بالظبط يا ابني؟ انت مش معاك فلوس تحجني بيها؟ تحج ايه يا اخويا؟ تحج ايه؟ اه تحج. انت بتضحك عليا؟ بضحك عليك فين؟ ما انت قلت لي الحجه والعمره والدنيا والحكايه وورد وامضي وروح وتعالى. بتضحك عليا انا ولا ايه؟ مش هكذب عليك ولا حاجه. طب مالي ايه مش بتطلع الحجه ليه يا ابني؟ تعرف الورق اللي مضيف عليه دي ورقه ايه؟ ورقه ايه؟ مش ورقه الحج ده؟ وحجه ايه؟ ما ورقه ده؟ دي ورق البيت والارض. انت بتضغط على البيت وغطي؟ اه امال ايه؟ وضغطني ازاي؟ مضيتك على الغيط والبيت. ده انا خليت بنتي غيطه قبل ما نمضي. بنتك مين؟ بنت ورده. اذا كان بنتك هي الاساس في القصه دي. يعني بنت اللي قالت لك مضى ابويا وخد كل حاجه من ابويا؟ انا ما عملتش حاجه الا بشور بنتك. وانت مضيتني على بيت وغطي؟ هي اللي عملت كل حاجه. يعني مضيتني باسم هي؟ امال ايه؟ ولا باسمك انت؟ باسم انا. باسم انت ازاي؟ البيت البيت والارض باسم انا. يعني انت بقعدني عندك في بيتك هنا عولا؟ عوالة. انت قاعدني عوالة في بيتك يا هاني؟ اه. ليه يا هاني؟ يا عم ما تصفحش فيك كده اهو، وانت قعدت تعمل مش مريح. تعمل ايه كده يا هاني؟ ها؟ ليه يا هاني كده يا هاني؟ مش في حاجة يا وردة. ايوه يا خد يا وردة. ابونا ما يسامحك يا ابني. ابونا ما يسامحك. يا راجل ريح انت يا عم. ابونا ما يسامحك يا ابني. يا عم شوفك بسرعة روح. انت حاجة يا وردة هاني وضلنا على البيت وغيط يا وردة؟ ايوه يا. ايوه بس ازاي؟ ما انت عايز يعملنا يورثوا فينا يابا واحنا عايشين؟ تمضي ارض ابوكي وارضكي، دي اللي هيتحكم فيها وفيكي؟ قلت لك يابا اكتبها باسم انت ما رضيتش. لا عارف انا انت بقول لي ايه؟ ايه؟ وانت قاعد في بيت هنا عواله. ابوك عواله يا ورده؟ لا يابا ده البيت بيتك يابا، بس احنا عشان ما حدش يورث مكان معانا. انا يعني بقول لي انت وانت قاعد عند عواله. كده يا هاني بتشتم في ابويا؟ يا هاني بتغلط فيه؟ اخصى عليك، ما كانش كل دلوقتي. حاجه كلامك انت. ما عملتش حاجه لما رديت عليك الاول. بس دي خير ابويا وبيت ابويا، ما تغلطش في ابويا. انت فين يا ورد؟ انا ابويا بجنبك. انت فين يا بنتي؟ انا جنبك. عملت فيا كده يا بنتي؟ انا جنبك. عملت فيا كده يا بنتي؟ يا مش عندك على ايه؟ عليك يا بنتي كده يا بنتي. حكم فيا يا هاني. حكم فيا يا هاني. حكم فيا يا هاني. الله يسيبها لك وماشي يا راجل. انا ما يكسبك يا هاني. اه يا هاني يا هاني يا بابا يا هاني. ربنا ما يكسبك انت ولا بنتي. الله يبارك فيك. طبعا شفتوا طبعا الخيانه اللي احنا كنا فيها. بنتي مش مع اللي هي. قلت اجوزها لابن اختي عشان يقعد معايا ويواليني ويوالي بنتي. هتبقى ايه ابن اختي وبنتي خانوني الاثنين ومضون على الارض. الحال ده ينفع يرضيكوا؟ ردوا عليا وشوفوا اللي هو انا عامل صح، عامل صح ولا عامل غلط. مش تنسوا طبعا في الشير والاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.